شي سي رئيس ديال جمعيه النظافه غادي يقول شي كلمه ان شاء الله. نقول كلمه كنشكروا الاخوان يعني لحسن ضيافتهم. هو سبحان الله ذو خبله لحسن ضيافتهم، وكنشكروا الاخ المندوب يعني شرفنا يعني مهدنا الطريق، وكنشكر يعني جمعيه الرئيس على راسهم السير ميلك عندنا دائما يعني اتصال. لهذا انا اول شيء اهم شيء عندي يعني العمل يعني التنسيقي سواء على الجمعيه الجهه، والحمل ديالي كبير هو يعني يكونوا اخواني كهربائيين في جميع الجهه، يعني ماشي بواحد الاتحاد، ماشي بواحد النطاق، ماشي بواحد التوعي، من اجل المشاركه في هذه الاعمال جملتهم تكوين يعني تعاونيات او تكوين مقاولات ذاتيه، هي ان اهم شيء من بعد في كل هذا النطاق. فلهذا ارحب من جديد واشكركم كريم الى نهايه الكوكب. باسم اسمح لي سير ربيعي واحد سكوند، المندوب الجهوي ديال تنمية التعاون ديال لوديكو كان غادي يحضر معنا، ولكن لسوء الحظ كان حطت واحد الطريق ديال الام ديالو مسكينه غادي يعملوا لها واحد العمليه في الرباط وكيعتذر. الله يشفيك.